بتحبه كده، عايش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده، فرح بلدنا كمان وكمان طيبة ولادنا. بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم للأسر المصرية، قامت وزارة الداخلية وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بتوزيع مساعدات عينية على المواطنين الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، وهو ما يأتي أيضا استمرارا للدور المجتمعي للوزارة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، دور تجسد واضحا في تلك المبادرة الإنسانية والاجتماعية التي أشاد بها الجميع. المساعدات هي سلع غذائية أساسية أعدتها منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية، كما شاركت بمنافذ متحركة محملة بتلك المواد بالتنسيق مع مديريات الأمن توجهت إلى المناطق الأكثر احتياجا، وكذا سيارات محملة بالسلع والمواد الغذائية. وإحنا كلنا واحد يا ريس، وكلنا مع وإحنا معاه، أقول له ربنا يبارك في عمره ويخليه لينا وينصره على اللي هو فيه ويزيله من نعيمه يا رب. حيث كان القائمون على توزيع تلك المساعدات حريصين على أن تصل لمستحقيها أينما كانوا، حتى في أماكن إقامتهم ولو كانت نائجة. بينما تم إعداد شوادر في أماكن محددة لاستقبال المواطنين المستهدفين بالمساعدات لتوزيعها عليهم مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية التي تضمن حماية صحتهم وسلامتهم من خطر انتشار فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامات الواقية ومسافات التباعد الآمن بين المواطنين. منذ انطلاقها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فإن مبادرة كلنا واحد وصلت إلى أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، وما زالت تستهدف المزيد منهم ترسيخا لمبدأ التكافل الاجتماعي وتأكيدا على الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية التي توليه أهمية كبيرة بالتوازي مع دورها الأمني في حماية أمن الوطن.